علم البيانات هو العلم اللي علم بتركز على تحويل البيانات اللي مش مفهومة وعشوائية لمعلومات مفيدة ممكن يكون لها تطبيقات بالمجتمع. هذا الشيء عم يستعمل أكثر شيء بمجال بالمجالات المالية بالبانكينج سيكتور، وكمان بمجالات التك سيكتور بالديجيتال سيكتور كتير. أولاً في كتير عالم بحس إنه بعدها بتخاف من شغلة اسمها بيانات. كتير ضروري نعمل توعية للعالم عن قديه مهم إنه يكون في بيانات، إنه قديه مهم يكون في داتا، وإنه قديه مهم إنه نعتمد عليها تا نعطي رأينا أو نعطي إنه نكون أفكارنا عن أي موضوع. تحليل بيانات مش بس يعني إنه فتحنا إحنا على مايكروسوفت إكسل وجمعنا وطرحنا وعملنا. في كتير طرق أعمق لتحليل البيانات، في كتير طرق ممكن نستخلص فيها معلومات مفيدة من البيانات فيها متطورة أكتر، في كتير برامج ممكن نستعملها للموضوع، وهيدا الشيء بعتقد إنه ضعيف تعليمه بالبرامج التعليمية الموجودة عنا. لازم نتعامل مع تحليل البيانات وجمع البيانات من العالم بطريقة أخلاقية أكتر، بطريقة فيها يعني بطريقة بنحس فيها مع الشخص أو الأشخاص اللي عم ناخد منهم البيانات أكتر، مش بس نتعامل معهم كأنهم نقاط أو كأنهم samples.